رأي حضرتك أستاذ بليغ من البداية، احنا كنا هو مقصرين في حق لاعب مهم جدا، لازم نحترم برضو يعني تعاقداته مع شركات أخرى منافسة للشركة الإعلانية اللي حاولت تعمل الصورة. إيه رأيك في الموضوع دوت؟ الغلط كان فين؟ طبعا يا استاذ الغلط في ان هو ده اتحاد الكره لا يعرف شيء عن الاحتراف الا المسمى لي فقط. اتحاد الكره يبقر بطريقه المصاطب وجلسات العرب، لا يطبق شيء اسمه الاحتراف. والدليل على ذلك انه ازمه الطياره ما تمش اخذ راي اللاعب او فين الادارات المسؤوله عن وضع العقود عن التعاقدات، تعرف حق اللاعب ايه، حق اللاعب ولا حاجه. فوق الجميع انه السرعه الطياره، يعني محمد صلاح فوجئ زي الناس وصلت الطياره. طب انت الصوره حد ما وصلت الطياره، ايه الاجراءات اللي انت خدتها على اساسها وضعت الصوره؟ ولا يلا يا جماعه يلا نجيب بوستر ونحطه على الطياره. ايه الاجراءات القانونيه؟ انت عرفت حقوق اللاعب او حاجه؟ انت بتتعامل مع ناس محترفه بالظبط، وما كانش محمد صلاح بس، كان كل اللعيبه المحترفه اعترضوا على الصوره. يا جماعه كل الصور، طب يا جماعه ده في كل، وطبعا نفس النغمه اللي هي اتقالت في الوقت ده، ازاي ده الوطنيه يبقى صورته موجوده؟ طب صورته موجوده، ده ميسي صورته على الطياره، ده مش عارف ايه. طب يا جماعه ما ميسي صوره جماعيه عشان ما يدورش. محمد صلاح كل القصه عامل صوره جماعيه، وحضرتك لو رجعت في الوقت ده نفس الاسلوب نفس الطريقه، لا ده رامي عباس هو السبب، لا ده محمد صلاح ده ولدنا وما بيعرفش، مش بتاع مشاكل، ده رامي عباس هو المسؤول، ده رامي عباس اللي صعد. الكارثه انه في الوقت ده المهندس انا بوريده طلع لك يا جماعه انا كنت تعبان، انا ما شفتش مراسلات، المراسلات كانت تيجي على اتحاد الكوره انا ما شفتهاش، لو محمد صلاح كان كلمني بصفه شخصيه كنت حليت الازمه. لا انت رئيس اتحاد الكوره لازم يبقى فيه حل من خلال نظام مؤسسي. اتحاد الكره في الوقت ده قال لك خلاص لا احنا هنعمل كل حاجه اللي صلاح عاوزها. طب انت صلاح ده كان بيطالب بحقوقه، هو حلها وشال الصوره، بس طبعا بعد ما كان اثر نفسيا متضايق صلاح، يعني واثر دلوقتي حضرتك اصله خلي بالك زي ما قال الاستاذ عبد الحميد، احنا دلوقتي الكوره محمد صلاح نجم عالمي. يعني انا زعلت امبارح بكلم عضو مجلس اداره بيقول لي هو فاكر نفسه رونالدو وميسي نصا كده، فهو لا هو رونالدو كلمة. هو زي رونالدو زي ميسي طبعاً. راجل مصنف في البالندور، مصنف انه زي ما حضرتك قلت في ضمن افضل ثلاث لعيبه مهاجمين في دوري ابطال اوروبا. لا انت ازاي مش قيمته؟ انا لما كنا في روسيا استاذ مع احترامنا لمصر وتاريخها العريق، لكن انت لما بتكلم واحد يقول لك مصر خلاص مو صلاح ومو صلاح، تلقى تفاجئ في الشارع كله هي صلاح. انت راجل ده مش شخص غير عادي، فلازم بتعامل ليه معامله غير عاديه. مش بقول ان هو يتعامل فيه تمييز، لا تديله حقوقه، تعرف ان محمد صلاح ده دلوقتي منتج سلعه. محمد صلاح بيتم تسويق ليه، محمد صلاح راجل طبق الاحتراف. فكره انه جلسات العرب نقعد تعالى يا محمد وانت، الناس تقول لك ايه هو محمد صلاح غريب على اتحاد الكوره ما اتصلش باتحاد الكوره، لا الكلام ده بيضرب في العالم كله، مفيش حاجه اسمها هو اللي اتكلم مع اتحاد الكوره، لا في دلوقتي من خلال وكيله صح. وكيله دلوقتي بيطالب حقوق. سيبك من العاطفه دلوقتي لازم ننحيها جانبا، انت راجل وكيلي بيقول انا يا جماعه محمد صلاح ليه 1 2 3 حقوق اعملوها، ما اتعملتش من حقي انا اتكلم. تمام. اللي اتذكر في المره دي انه محمد الوكيل بتاعه بدا يتكلم خطب اتحاد الكوره، يا جماعه عشان ما يتكررش اللي حصل ده خطاب احترازي ردوا علينا. الكارثه بقى ايه؟ المره اللي فاتت المهندس هاني ابو ريده قال لك ايه؟ قال لك لا ده انا ما كنتش عارف انا كنت تعبان. طب حاضر المره دي نبعت على ايميلك انت يا باشمهندس هاني الشخصي. فطلع بعت المراسلات على ايميل المهندس هاني الشخصي، طلع لك لا ازاي ما خطبوناش رسمي؟ طب انا واحد من ضمن الناس كنت حاضر الموقف ده حيرتونا معاكم. بعت على الاتحاد قال لك المهندس انا ما شفتش. بعتنا على الايميل الشخصي كل اعضاء الاتحاد قال لك احنا ما شفناش. طب هم يعملوا ايه؟